جد اخبارك ايه يا جد؟ يعني منيح. عايز اسالك على حاجه، عايزك تقول لي مين اللي اختار لك اللبس بتاعك النهارده؟ بابا وماما. بابا وماما؟ طيب انا عايز اقول لك ان اللبس بتاعك شيك النهارده. شكرا بجد. مين بقى بابا وماما صوته حلو كده ولا حد؟ طب الموهبه دي جت منين يعني؟ من كده، من عند الله. ايه احلى حاجه، احلى شيء. شويه يا جد، انا مش هدفع مقابل. جد اقرا لي انت يا جد بقى. لحظه. اول وحده سونا يا سونسون. اوكي. تحت ديسباسيتو. واللي بعدها ها العب يلا. تحت على اي اساس؟ اوكي يا بنات. اوكي يا بنات جانا الهوى ويا دارا دوري. برافو. اوكي وماما زمانها جايه. اه واللي بتقصر تنوره. تمام. تسعه. لا سونا هو تقريبا اعطينا اياهم كلهم ما عدا البنيه. ما تتحسبش. اه انت كلهم ما عدا البنيه. صح. يبقى تسع نقط لجانا. الله الله الله. الواوا هما اتنين بس. نقطتين لجنة. شكرا حلوين. حرام حرام. جد يلا. أول وحدة كان الزمان. أوكي. تاني وحدة علواه. أوكي. تالتة جنو نطو. أوكي. الرابعة ميجانا. حلو. والخامسة هلا هلا سيدي منصور. ماشي سيدي منصور يا بابا. اوكي طيب بحبه بحبه كثير لنواز الزغبي. برافو. وبعدها غلطانه لسعد المجرد. سبعة. وصل واوا لهيفا وهبه وشو هيدي؟ لحظه لحظه لحظه. خليني اشوفك بالليل نجوى كرم. برافو. تسعه. برافو يا جد، تسع نقط. اربع كلمات. رابع كلمه. الاولى. اول كلمه مثل بعض. الأولى والأخيرة شبه بعض. تمام. تانية. يا. يا. تالتة. الهوى. طيري. طيري. لا من حمزين. هي أربع كلمات. اللي يعرف يدوس. طيري يا طيارة. يا طيارة. جنة. طيري يا طيارة. برافو يا جنة، إجابة صح. برافو يا جنة. أخيرا. نروح دلوقتي على ثالث أغنية. ثلاث كلمات. ثلاث كلمات. راجل. رجال. جديد. موجود. أول كلمة. قلبي. ثانية كلمة. قلبي على. على إيدي. قلبي على اليمين. برافو يا جد. بنت. بنت. قديمة. قديمة. أربع كلمات. أربع كلمات. الأولى والثانية شبه بعض. الأولى والثالثة شبه بعض. يا. يا. عجوز. أعمى. كبير. يا ستي يا ختيارة. برافو يا جد، إجابة صح. الله. الله. برافو يا جد. بص يا جد. دلوقتي فاضل سؤال واحد بخمس نقط، انت كده ولا كده طلعت خلاص للتحدي الاخير، فممكن سيب زمايلك. اوكي خلاص سيبنا. طيب. سيبنا بليز يعني. ولو حتى نور جاوبت هتبقى 39 نقطه، لو لجاي جاوب هيبقى 39 نقطه، لو جنة جاوبت هتبقى انا وياك خلاص 32 نقطه. فاللي تصعد كده ولا كده جاد وتايم للجوله الاخيره. بس احنا هنلعب دي لكده للمتعه. بس انا بالالعاب الجد ما عندي رفقات. ايوه كده. برافو عليك. برافو عليك. يمكن لسه قايله لك انا الكلام ده دلوقتي. انا لسه قايله لك الكلام ده. خلاص يلا استناني برا. راجل. صبر. خلاص انتوا ابقوا اتكلموا عادي. انا هتكلم والله. استناني برا. يلا. راجل. صبر. جديد. كلمتين. الاولى والثانيه شبه بعض. نار. تامر حسني. نار نار نار. برافو يا جد، اجابه صح. لو حد فيكم عارف الاجابه من المعلومات اللي انا بقولها دي بيدوس على البازر وبيجاوب. لو حد فيكم وقفني مثلا في الثانيه 20 بياخد 20 نقطه، وقفني في الثانيه 15 بياخد 15 نقطه. اللحظه اللي انت بتوقفني فيها بتاخد عدد
النقاط دي. جاهزين؟ جاهزين. نبتدي بأول سؤال وأنا بسألكوا عن اسم فنان. أوكي. أوكي؟ تايم. مغني وراقص وكاتب كلمات وملحن من المغرب، كان عايش في أمريكا وابتدى مسيرته الفنية من خلال برنامج المواهب سوبر ستار. نزل في بداياته ألبوم واحد قبل ما يقرر يعتمد أغاني السنجل وينزل أغنية كل فترة. أغانيه الخاصة بتجمع بين الكلام المغربي والموسيقى العربية والتوزيع الغربي، وقدرت كلها تحصد مليارات المشاهدة على قناة يوتيوب. وكان الفنان العربي الأول اللي بيسجل الأرقام العالمية دي فترة. سعد المجرد. برافو يا جاد، إجابة صح. وعشر نقط لجاد. السؤال الثاني أنا بسألكم عن اسم فنان. تايم. مطرب وممثل لبناني قدم دوهات كتيرة مع مايا دياب وعبير نعمة وهيفا وهبي وأحمد عدوية. اشترك في عمر 17 سنة في برنامج استوديو الفن وفاز بالميدالية الذهبية، وابتدى مع البرنامج يقدم أغاني خاصة زي مثلا رامي عياش. برافو يا شهاد، إجابة صح. برافو. لا تايم، عايزك تشد بقى. أوكي. لسه فاضل ثلاث أسئلة. بس عايزك تشد. أوكي. أنا بسألكوا عن اسم فنانة. أوكي. تايم. مطربة عربية واتولدت في فرنسا واتنقلت مصر عشان تبدأ مشوارها الفني، تعاونت مع أشهر مؤلفين وملحنين زي فريد الأطرش، محمد عبد الوهاب، رياض السنباطي، محمد الموجي، سيد مكاوي، كمال الطويل، واتجوزت بملحن مشهور جدا قدم لها أحلى الأعمال. من أشهر أغانيها في يوم وليلة، خليك هنا، على عيني. أم كلثوم. إجابة غلط. دلوقتي عندك خمس ثواني مش هتقدر تجاوب فيهم. أوكي. تايم. في السينما قدمت أفلام. وردة جزائرية. برافو يا شهاد، إجابة صح. فاضل سؤالين، تقدر. أوكي. تقدر، هو 40 وأنت صفر بس تقدر. أوكي. بسألكوا عن اسم مطرب. تايم. مطرب ابتدى الفن وهو صغير واتعرف في عمر ال 14 سنة وكان بيغني المواويل، اتنقل انه عشان يعيش في لبنان وبعدها انطلقت شهرته للعالم كله. جورج وسوف. برافو يا شهاد. طيب هو دلوقتي طبعا فاضل سؤال واحد ب 30 ثانية، فانت مش هتقدر تجاوب يا تايم، وحتى لو جاوبت شهاد بقى 63 نقطة. بنقول لشهاد ألف مبروك يا شهاد. شكرا. وهارد لك لتايم. تايم. تعالى تايم. ليك. بقول ألف مليون مبروك لشاد وهارد لك لتايم.